السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي النحالين، معكم وسام حلاسة وحلقة جديدة من حلقات تعليم تربية النحل للمبتدئين. طبعا هذا الفيديو هو متابعة للفيديوهات السابقة والتي تتعلق بعملية التقسيم بإطار واحد. فقمنا كنتم من الذين تابعتم معي في الحلقات السابقة، قمنا بعملية التقسيم في أواخر شهر 4 وبداية 5. قمنا بعملية التقسيم، فمن بعد بإطار واحد طبعا، ومن بعد 3 أسابيع من عملية التقسيم قمنا بنشر فيديو آخر وقمنا بعرض كيفية يعني تطور الخلية بالتدريج وأصبحت على 4 إطارات. والآن بعد مرور أكثر من 4 أسابيع أخرى، يعني من عملية التقسيم تقريبا 2 شهر أو يزيد قليلا، فسوف نلاحظ ما الذي حدث للقسمة التي قمنا بتقسيمها قبل 2 شهر من الآن. فنفس الطرد طبعا، الطرود عامة نفس يعني نفس التدريج في يعني النمو، يعني وكلها أصبحت الآن وصلت إلى 5 أو 6 إطارات بعد مرور 2 شهر من عملية التقسيم. فسوف نقوم بالكشف عن إحدى هذه الطرود لنريكم كيف أصبحت على هذه القسمة بعد مرور 2 شهر من عملية القسمة. بسم الله ما شاء الله، كما تلاحظون أصبحت الخلية أو طرد ب6 إطارات بعد مرور فقط يعني ما يقارب 2 شهر أو 5 أو يعني 35 يوم، لا أتذكر بالضبط يعني التاريخ، يعني في حدود 2 شهر. فأصبحت الخلية كما تلاحظون بسم الله ما شاء الله 6 إطارات. فكما تعلمون أقوم كل أسبوع بإضافة إطار جديد وأقوم بالتغذية بمعدل لتر إلى لتر ونصف، وأقوم بإضافة إطار جديد. آخر إطار قمت بإضافته هو هذا الإطار أعتقد، أو هذا لا أتذكر بالضبط. فسوف نقوم الآن بالكشف لنريكم كيف أصبحت هذه الإطارات. بسم الله بسم الله. طبعا بسم الله ما شاء الله، هنا طبعا تلاحظون يعني العسل، طبعا هو خليط بين التغذية والعسل حكم أنه يوجد يعني مرعى جيد في هذه المنطقة. بسم الله ما شاء الله، سوف نقوم بإبعاد هذا الإطار. ونستمر في عملية الكشف عند الإطار الثاني. فبسم الله ما شاء الله كما تلاحظون حضنة جميلة جدا. النحل يخرج من الحضنة وكذلك في الطرف الآخر. بسم الله ما شاء الله كما تلاحظون، وملكة تبيض في العيون الفارغة. بسم الله، وهذا إطار آخر كما تلاحظون. بسم الله ما شاء الله، حضنة مغلقة ومفتوحة. بسم الله ما شاء الله كما تلاحظون،
الحضنة جميلة، بسم الله ما شاء الله، والملكة تقوم بعمل ممتاز. طبعا لدينا هنا إطارين حضنة، وهنا إطار ثالث. فبسم الله ما شاء الله، كما تلاحظون هنا بسم الله ما شاء الله حضنة مفتوحة، كما تلاحظون البيض الجديد، وهنا أيضا بسم الله ما شاء الله. ونستمر في عملية الكشف، وهنا الإطار الرابع أو الخامس، بسم الله ما شاء الله، حتى هو حضنة كما تلاحظون أمامكم، حضنة مغلقة وحضنة مفتوحة. نحاول البحث عن الملكة، وهذا الإطار الأخير وهو إطار حبوب اللقاح كما تلاحظون أمامكم، حضنة حبوب اللقاح. فالنتيجة بسم الله ما شاء الله. أحاول البحث عن الملكة إن تمكنت من إيجادها. يوجد بيض جديد، ومن المفترض أن تكون الملكة موجودة لأنها معلمة، و طبعا الملكة هنا موجودة، يبدو أنها قام النحل بإزالة كما تلاحظونها أمامكم. ها هي الملكة، بسم الله ما شاء الله، قام النحل بإزالة التعليم الذي كان على ظهرها. طبعا هذا هو ما أردت عرضه عليكم بعد عن عملية القسمة، بعد مرور أكثر من شهرين أو شهرين. طبعا هذا هو النتيجة بعد مرور أكثر من شهرين مثل ما قلنا. بسم الله ما شاء الله، أصبح الطرد بستة إطارات، إطار عسل بالكامل، وإطار حبوب لقاح، وأربعة إطارات حضنة مغلقة ومفتوحة. طبعا ما الذي سوف أقوم به الآن؟ هناك طريقتين أو هناك يعني خياران بالنسبة لي، أما إضافة عاسلة صغيرة تحتوي على خمسة إطارات، العاسلات القصيرة ذات خمسة إطارات، ويمكنني وضعها فوق هذه الخلية لكي تقوم بجمع العسل. فالموسم أو العسل أو الفيض لموسم الفيض الصيفي على وشك، فممكن أن أقوم بإضافة عاسلة لهذه الخلية، وهذا هو الأقرب لدي، أو يمكن نقل هذا الصندوق إلى 10 إطارات، ولكن أنا لا أفضل أن أقوم بنقلها
في إلى 10 إطارات الآن، بسبب أن يعني نحن الآن في موسم الصيف، سوف نقوم بجمع العسل الصيفي بإذن الله في أواخر يعني شهر 8 بإذن الله. فبعدها النحل سوف يتناقص تدريجيا ويدخل في فصل الخريف، ويحتاج إلى أن نضغط الخلايا، فيحبذ أن تكون التقسيمات الجديدة التي لهذا العام أن تكون يعني أن تقوم بعبور فصل الشتاء، وهي موجودة في الصناديق ذات 6 إطارات، فهي الآن بسم الله ما شاء الله قوية وتحتاج إلى توسعة، ولكن ما سوف أقوم به هو فقط إضافة العاسلات الصغيرة لكي أوسع على النحل، وكذلك الحصول على العسل من هذه التقسيمات الصغيرة. فهذا هو ملخص حلقة اليوم. اعذروني طبعا لم أقم بإحضار معدات التصوير اللازمة، فكما تلاحظون أن أقوم بالتصوير بيد واحدة، وإن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم. لو عندكم أي استفسار بخصوص تعليم تربية النحل فأنا على استعداد للإجابة. تقبلوا تحياتي ولا تنسوني من صالح دعائكم، فأنا محتاج إلى دعائكم هذه الفترة، فأسأل الله أن يوفق الجميع، وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.